إذن تستمر تداعيات الزلزال في المغرب، حيث أيضا يتوالى وصول قوافل المساعدات لإغاثة متضرريه من مختلف الأنحاء. نتابع هذا التقرير. نحن هنا الآن في أحد مستودعات مؤسسة محمد الخامس في مراكش. هذه المؤسسة التي تعد الجهاز الرسمي للعمليات الإغاثية في البلاد. هذا المستودع تحول إلى مستودعا لجمع الإغاثات للمتضررين من الزلزال. كما تشاهدون وتبرزه الصورة، تقريبا يكاد يمتلئ بالمساعدات الغذائية المتنوعة، سواء كانت مياه، حليب، وأيضا حتى الأغطية، الألبسة والعلاجات التي أتت من كل حدب وصوب، أتت من مناطق متفرقة، من مكونات مجتمع مدني، من أطراف مدنية، بهدف أن تصل إلى المتضررين كما يعني يجب. هذا المستودع يعمل على إحصاء هذه المساعدات ويعني تدقيقها قبل أن يقوم بإيصالها إلى المتضررين من الزلزال. عموما للمزيد أكثر في الحديث تنضم إلي سيدة سعاد بلويس، رئيسة مشاريع مؤسسة محمد الخامس. سيدة سعاد، تفاصيل أكثر عن هذا المستودع، من قدم المساعدات، ما حجمها وكيف توزع؟ منذ الساعات الأولى الكارثة وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اللي هو الرئيس الفعلي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، واللي أعطى التعليمات السامية ديالو باش المؤسسة تعبأ بجميع الإمكانيات ديالها المادية اللوجيستيكية والبشرية من أجل تقديم الدعم والمساعدة والمواكبة للسكان المنكوبين، وأنه يكون هناك تنسيق تام وفعال مع جميع المتدخلين من مصالح وزارة الداخلية، القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي والوقاية المدنية، من أجل أولا تسهيل عمليات الإنقاذ والإسعاف وتسهيل وتنظيم عملية إيصال المساعدات. والمؤسسة تعبأت وعبأت واحد الفرق مهمة بشرية ولوجستيكية اللي معبأة سواء هنا على مستوى المستودعات أو في الميدان داخل الدواوير 24 ساعة على 24 ساعة. ولكن تم التفكير أنه عملية إيصال المساعدات يجب أن تكون منظمة لتكون فعالة ناجعة وسريعة، خاصة هذه القضية ديال أنها تكون سريعة، لأن هناك حاجات مستعجلة للساكنة في هذه الظروف. تم تهيئة هذه المستودعات، بدينا في الأول بمستودعين، الأول على مستوى مراكش والثاني على مستوى تارودانت. حاليا احنا في أربع مستودعات مملوءة عن آخرها في مراكش ومستودعين في تارودانت، اللي كيتم فيها تلقي المساعدات التي تأتي من كل صوب من جميع أنحاء المغرب، سواء من طرف المواطنين، من طرف المجتمع المدني، الفاعلين الاقتصاديين، الهيئات الحكومية. وفي هذه المستودعات كيتم تجميعها، فرزها، إعداد الحصص الفردية اللي كيتم إيصالها للدواوير. وهناك فرق مؤسسة محمد الخامس مع الأطباء التابعين للمؤسسة، الأطباء المتطوعين، المساعدات الاجتماعيات، كيقوموا بالزيارات المدنية داخل المنازل من أجل إيصال هذه المساعدات، تقديم الإسعافات الطبية طبعا بعد تدخل الفرق المتخصصة، وتقديم الاستماع والدعم النفسي والاجتماعي لهذه الساكنة. الكل معبأ، التنسيق تام مع الجميع المتدخلين باش يكون هناك تكفل مساعدة لهذه الساكنة لتجاوز هذه المرحلة إن شاء الله. شكرا سيدة سعاد وأعانكم الله في هذه المهمة. إذا كما كنتم تستمعون إلى مسؤولة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس، أن تقريبا يعني المستودعات كانت تكون ممتلئة برمتها، خاصة مع وجود عدد كبير من المتطوعين الذين أتوا من كل حدب وصوب من كامل المغرب لتقديم المساعدات للمتضررين من الزلزال. أميرة مهذب العربي من مستودع محمد الخامس للتضامن.